طيب يا حلوات، نرجع للشعر. شلون دا اهتم بشعري هاي الفترة؟ شوفوا، طرق هواية طبعا تقدرين كلش سهلة وبالبيت تستخدميها. راح اويكم شيء هو مو جديد عليكم ابدا، النانو بروتين. هذا غني عن التعريف، ما يحتاج احكي عنه، موجود باغلب الصالونات. مسرح من الطراز الاول، للي شعرها مجعد ينطيش نتائج لوز وجوز تخبل، وللي شعرها ناعم مثلي تخليه بس كمعالج وينطي نعومة بسيطة للشعر. شوفوا، هذا اللي أكثر من مرة أنا روجت عنه وانقطع أصلاً بالسوق لأنه هالقد ما أقبال عليه، وكثير من البنات روجوا عنه شفتهم كلش كلش زين. يعني هذا مضمون، أنا ضامنته. سووا الشركة اللواتي، سووا هذا الميني الصغير. ليش؟ يقول لك مثلا البنية ايش دعوة هذا ايش تسوي بيه بالبيت، تستخدمه مثلا هي وخالتها وعمتها وسهال وابتهال ولمة وتعشيك ودرة. شركة سووا قالوا لك انه احنا هذا مسويه على استخدام واحد، مثلا بنية تستخدم